سواء كنتي تلميذ موظف ولا خدام ضروري غتكون عندك واحد الغايه باغي توصل ليها. الا كنتي تلميذ الغايه ديالك غتكون هي انك تنجح باش تفرح والديك، الا كنتي موظف الغايه ديالك غادي تكون هي تكبر الصالير ديالك باش يولي يكفيك وتعيش مرتاح. عارفك باللي درتي بزاف ديال المجهودات، درتي مجهودك كله ودرتي بزاف ديال المحاولات ولكن مازال ما وصلتيش ديك الغايه، ولات دابا كتبان لك بحال شي نجمه في السماء بعيده عليك وانت في واحد المكان اللي مستحيل توصل ليها. ولكن واش فعلا انت المجهود اللي درتيه يستحق انه يوصلك ليك الغايه اللي كتحلم بها اولا غير كافي؟ واش انت فعلا عارف اشنو باغي اولا ما عارفش؟ اغلبيه ديالكم ما عارفينش اشنو باغيين، كتقولوا باللي بغيتوا تنجحوا ولكن واش هذا هدف في نظريتكم؟ لا، هذا ماشي هدف. الهدف تيخصو يكون دقيق وعقلاني، يعني ممكن تحققه بالقدرات ديالك. الا كنتي انت كتجيب 10 في الفروض فخصك دير هدف دقيق اللي هو مثلا 12-14، غتولي تخدم على 12-14 باش توصل ليها، وملي توصل ليها غادي تحط هدف اخر وغتبقى غادي هكايا. الا كنتي كتاخذ اليوم 4000 درهم وبغيت تكبر الصالير ديالك باش يولي يكفيك فدير واحد الهدف اللي هو 5000 درهم، ملي تولي تشدها دير 6000 درهم وبقى غادي هكايا. وباش توصل لهذا الهدف ديالك خاصك ضروري ما تحط واحد الخطه ديال العمل اللي تلتزم بها بشكل يومي. فهاد الخطه هذه غادي يكون عندك استعمال ديال الزمن اللي غتستغل فيه كاع اوقات الفراغ ديالك، ساعه بساعه، دقيقه بدقيقه، نهار بنهار. كل دقيقه غادي تستغلها في المراجعه وفهم الدروس وكذلك انجاز التمارين والامتحانات باش ملي وصل الجهوي دوز وانت مرتاح وتوصل الهدف ديالك. الا كنتي خدام ملي غادي تجي من الخدمه غادي تستغل وقت الفراغ ديالك باش تعلم شي حاجه جديده على الانترنت باش تولي تدخل واحد المدخول اضافي اللي غادي تعاون به راسك وتوصل للهدف ديالك، في بلاصه ما تضيع وقتك في القهاوي اولا في الطوران ولا في مشاهده الفيديوهات التافهه اللي ما غتفيدك بوالو. ولكن هادشي ما كافيش. الدنيا ملي كتعرف بلي عندك اهداف حاطه في راسك باغي توصل ليها كتختبرك باش تعرفك واش انت تستاهل توصل لهذيك الاهداف ولا ما تستاهلش، حيتاش ماشي كلشي يستاهل يوصل الاحلام ديالو. الدنيا غدوزك من مجموعه العراقيل، مجموعه المشاكل، وغادي تختبرك وتشوف واش انت قادر تجاوز هذيك المشاكل وديك العراقيل، واش قادر تصبر وتقاوم حتى توصل للقمه ديال الهدف ديالك اولا انت ضعيف بزاف وما قادرش حتى تضحي بالوقت الفراغ ديالك في سبيل ان توصل هذيك الاهداف، يعني انت ما تستاهلش. الا كنتي كتمنى توصل لواحد الهدف وكتحلم به كل نهار هادشي ما كيعنيش انك غادي توصل له، غتوصل له الا كنتي كتخدم عليه كل دقيقه كل ثانيه كدوزها من حياتك وانت كتخدم على داك الهدف. كن متاكد انك واحد النهار غتوصل ليه. You can't give in. You can't give in. Let go. Do it. Do it or die. ديرها ولا موت. اليوم غادي تبنى العقلية الناجح وغادي تخلى العقلية اللوزر باش توصل الأهداف ديالك. خاصك تخلى اللوزرز اللي دايرين بيك، صحابك الفاشلين إلا شافوك كتزيد خطوة لقدام غادي يجروك بجوج اللور. تخلى اليوم، تخلى اللوزرز اللي دايرين بيك. Do it or die.